تعيش بيس في حياتك، فهمتوني؟ ما تعيش في حبيبيس، راه كاين اللي هو راه كيحسب لي هو راه عايش حر، ولكن راه عايش في حبيبيس، فهمتيني؟ الا بغيتي تكون بيس ما خصكش تكون عايش في حبيبيس، داك حبيبيس المزيف، داك حبيبيس لا مرئي، فهمتوني؟ لا بغيتي تماركي، نقول لا او نتواصل مع راسي او نعرف حقيقتي على راسي. انا ما كنقدرش نتقبل حقيقتي الا قالوها لي الناس، انا ما كنقدرش نتقبل حقيقتي ونواجه مشاعري، انا ما قادرش نتقبل بانني انا راه بصح كنخاف، انا راه بصح فيا الغضب، انا راه بصح ما عنديش الثقه في النفس، انا راه بصح كنبين ثقه النفس المزيفه. اختي راه في الاخر غتزلقي في زلافه، فهمتيني؟ يعني فهموا فهموا فهموا، راه حيت باش تكون عندك الجرأه والقوه حتى هي في حد ذاتها انك تعرف حقيقتك، تكون عندك الجرأه والقوه وما تكونش خايف تعرف حقيقتك وحقيقه مشاعرك، وتشوف في المرايه تقول بصح انا كنحس بالخوف، بصح انا خفت في هذه النقطه، انا بصح ما كنقدرش شي حوايج، انا بصح غاضب، انا بصح ما كنتقبلش شي بنادم يقول لي، انا بصح بالنسبه لي انا داكشي اللي كنديرو هو اللي صح، ما يجيش شي حد يقول لي هكا ولا هكا. يعني في الحقيقه تراك عارف، في الحقيقه كتكون عارف حقيقتك، ولكن كتبين صوره مزيفه للاخرين، ما قادرش تواجه حقيقتك. بالنسبه باش تعلق باش يدير الزعلوله باش يقول لك وتتعلق تتعلق ودير الزعلوله، ماشي تمشي للجبل، لا في مخك مع مشاعرك مع حقيقتك المخفيه عن راسك اللي خافيها على راسك. بالنسنس كتشوفوه بحالا عنده استعداد يتنازل على الحياه ديالو، ما عندوش مشكل، فهمتوني؟ انت قادر تنازل على افكارك اللي ما خدموك 60,000 عام، قادر تنازل على المشاعر ديالك اللي ما خادمينش هذه 60,000 عام، معتقداتك اللي هذه 60,000 عام وما خدموكش قادر تنازل عليهم، قادر تحطهم في الهويه، قادر عندك بعدا شي هوايه، الا ما عندكش هوايه غتمشي بها لا غتمشي للهويه، قادر تشد هادشي كله وتحطه في قمه الجبل ودير ليه وتخليه داير، ما قادرش تغامر بهادشي، ما قادرش، حيت بالنسبه لك لا ما يمكنش انا نتخلى على هادشي مني، هادشي مني. شد افكارك ومشاعرك ومعتقداتك اللي ما كتخدمكش، وذوك المشاعر اللي متى هي ما كتخدمكش ولا ما ضافت لك حتى شي وزه في حياتك، وعلقها علقها في الزعلوله، وما تبقاش تمشي تجي هكا، خليها تمشي تجي وتمشي تجي شويه، قلبها قلبها وبدا من جديد، بدا من جديد. الانسان عنده قدره، عنده قدره يتحكم في الواقع ديالو، كاينين شي حوايج عندنا قدره باش نتحكموا فيهم، فهمتوني؟ يعني ننتقل من شعور الى شعور على سلم هاوكنز، شتي الا ما كنتيش انت قادر طلع درجه درجه في سلم هاوكنز للمشاعر، غاك حز كحز حياتك كلها غتبقى تحز. كيف نتعامل مع المجتمع بعدما تكون دخلتي للوعي وخرجتي من وعي وانت لازلت تعيش بينهم 3 دي؟ كيفاش كنتعاملوا؟ هي ملي كنتفكروا راسنا كي كنا ناعسين، حنا كتفكري راسك كيفاش كنتي قبل ناعسه، وكتقبلي داك الناس بانهم راهم مازال ناعسين، وربما يقدروا يفيقوا ربما ما يقدروا ما يفيقوش، ولا ربما هما عندهم تجربه ديالهم غتبقى منحصره في 3 دي، فهمتي؟ انا كنشوف 3 دي هو ديال ديدي، ولكن ديدي وديدي، فهمتيني؟ اش غديري هذوك الناس؟ غتفكري راسك ملي كنتي ناعسه ما يمكنلكش تفيقيهم، غتبقاي خدامه على راسك، ويلا ما تبدلوش وكنتي كتعاني منهم، كاينين جوج الاحتمالات غتخدمي عليهم. الاحتمال الاول غتبعدي منهم، غتقلي منهم، ولا رغم ذلك ما تبدلوش ما تبدلوش وبقاو كياديوك، غطراسي الحدود. ولا ما تبدلوش، عرفي راسك بانك انت في العمق لم تتغيري يا حبيبتي، لم تتغيري يا محبوبتي، ويهيأ لك انك تغيرتي، سمعتيني؟ يهيأ لك على مستوى الجسد الفكري انك تغيرتي، لربما فقط غيرتي افكارك، ولكن مشاعرك ما زالت تشع بنفس تردد 3 دي. كنتمنى هاد الهضره ما دير لكش ديدي. شوفوا التغيير كنبداو بشويه بشويه، قلت لكم البارح كنبداو بشويه بشويه، ماشي كنجيو كن مش راه غتسخسخ حتى غتسخسخ العقل، ما تقول او تدا مالو تدا مالو كيفاش تدا مالو، تدا مالو شتك عم مولف ليه بحال هادشي، تدا مالو تجلس تما جلس، فهمتوا؟
بشويه 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 كنبدلو، ما نبداوش نطيرو. كاين اللي دابا كيسمع الوعي، انا وقت كلمه الوعي ما بقيتش قاعده كديت نقولها، كلمه الوعي بقى، حيت الاغلبيه راه حافظين الخوت، الاغلبيه راه حافظ هنا، كتجي مع المحك في الشعور كتلقى الاخ محن، فهمتوني؟ كتلقى الاخ محن. خاصكم تعرفوا حقيقتكم وتعرفوا حقيقه مشاعركم، وباش كنعرفوها الا استفزنا شي حد وورك لينا على البوطونه في ديك اللحظه حتى كتنعس، كتنعس كتغيب كتنعس، يعني ما كتنتابش انه استفزك، حيت كاينين الناس خاصهم ينتابوا بانهم تستفزوا، ومني عندما تستفز اش كدير؟ كتقول هاد النقطه راه كتنغزني، حتى راه كتكون فايق في ديك اللحظه وانت تستفز، راه ماشي انت تستفز وانت كتنعس حتى كتغيب، صافي كتمشي توضر، حيت الا مشيتي تتوضرتي عرفت الدعوه عندك باقا فهمتي، باقا الشغل عندك باقي ما استواش، باقي ما طبتيش، ما داك الشيء ما واش. راه شحال من واحد كيسحب ليه راسو راه فايق، هو راه كاع ما فايق، انا كاع ما بقيت كاع نستعمل ديك كلمه الوعي، غنولي نقولها فايق، راه حيت الفايقه فيها وفيها، كاين اللي كيقول كي انا وعيت مني كيوعى، اش كيوقع لي؟ كيبقى في صندوق الوعي، هو راه كان في اللاوعي، خرج من صندوق اللاوعي ولا في صندوق الوعي، اش كيوقع لي؟ كيولي عاوتاني في صندوق، كيبقى يخرج من صندوق لصندوق، فهمتي؟ خونا ما عارفش بانه راه باقي كيخرج ويدخل في صندوق، حيت الدعوه فين كاينه؟ هي انك تخرج اصلا من الوعي تا هو، كنخرجوا من اللاوعي وكنخرجوا من وراها من الوعي تا هو، ما كيبقاش ما كتبقاش تخدامه بقوانين الوعي، كاينه دعوه واحده اخرى، فهمتوا؟ اهم حاجه هي تكونوا فايقين، كنهضر ليكم على انكم تكونوا فايقين، راه كاين اللي كيحسب ليه واعي عندما يستفز كينعس في اللحظه التي يستفز فيها ينام، ومني تينعس اش كيدير؟ كيدير داكشي اللي كان موالف كيدير ديما، يعني الشعور بقى هو في بلاصتو، يعني ما كاينش ديفلوبمون على مستوى الشعور، ما وقعش، ما تزحزحتيش على مستوى سلم هاوكنز، يعني غاك حز، فهمتوني؟ واش نقدروا نشوفوا المستقبل ديالنا في الحلم؟ ماشي المستقبل، ولكن شوف هادشي كيبقى على حساب كل واحد وشنو هما الهبات اللي عطاه الله، المستقبل كتقدر تشوفو عن رؤى، عن طريق رؤى، ميمكنش تشوف المستقبل، راه حيت المستقبل إلا بغيتي المستقبل غيتعطاك مع مجرد احتمالات، والاحتمالات باش غتعرف انت داك هو الاحتمال اللي غادي تعيش فعلا، فهمتيني؟ ولا كلما تغيرتي يتغير احتمالك، فهمتي؟ حتى في واحد التجربة أرضية مشاعرية، كلما تغيرت مشاعرك كتغير حياتك، لأن إشعاعك يتبدل، إشعاعك يتغير، يعني يقدر يكون أنت بهذا الفكر المتواضع أو المحدود والمشاعر المحدودة غيكتاب لك تعيش واحد القصة، فهمتيني؟ أنت غتعيش واحد القصة لأنك بحال اختاريتيها، طورتي من راسك وفقتي وعيتي راك غتعيش قصة أخرى، يعني ربي عطيك جميع الاحتمالات، كيما دابا ربي عطيك احتمال تشبتي تنوض لاكاغ تاخد التران وتختار الوجهه اللي بغيتي تمشي ليها، بغيتي تمشي لمراكش غتمشي ليه، بغيتي تمشي لطنجه غتمشي ليها، بغيتي تمشي لاكادير غتمشي لاكادير، اكادير ما فيهش وقال التران، المهم اي مدينه بغيتي تمشي غتمشي، فهمتيني؟ يعني انت اللي غتقرر، ربي عطيك هاد الاحتماليات، عطيك هاد الامكانيات، يعني الا طورتي من راسك غتقدر تبدل حياتك، حيت ربي عطيك الامكانيه، واش فهمتوني؟ كي قلت لك في الحلم تقدر تشوف رؤية، وحتى الرؤية تقدر تكون احتمال من الاحتمالات الذي يمكن أن يحدث، الذي يمكن أن يحدث، وماشي 100% قد يحدث، فهمتوني؟ أنا توصلت لشي معلومات، ماشي معلومات، واحد الإدراك، أن يقدر مني تجينا رؤية تقدر تكون من الاحتمالات التي يمكن أن تحدث إلا انتبهت وعرفت نطورها، وانتبهت وعلى قدرت نعرف نخدم عليها، بحال جاتني كتوجيه او مؤشر انني انا لربما نقدر نمشي في هذا الخط نوصل لشي نتائج جديده،
فاش كندير شي تجربه جيده كنخاف نخرج خاسر ويبقى فيا الحال. شوف ملي تبغي دير شي تجربه، ملي تبغي دير شي تجربه توقع اي شيء، حيت ملي كتوقع اي شيء كتضرب قانون فائض الاحتمال، ما كيبقاش يعدو ما يصور منك. بمعنى نبغي ندير شي حاجه خصني نديرها، تنجح او تفشل نديرها. نجحت بمعنى هاد التجربه اللي دوزت طبقت فيها طق 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 عطاتني نتيجه زوينه، فشلت غنعرف راسي علاش فشلت. هذا هو جربوا وجربوا قبل لا تجربوا، جربوا شي راه بحال داك الخوف اللي حسيتو به، هذاك هو الخوف اللي كتحسوا به ملي كتبغيو تواجهوا افكاركم وتواجهوا المشاعر ديالكم او تبغيو تعيشوا شي حاجه جديده. العقل الباطن هذاك هو الخوف اللي كيحس به، كيحس براسو بحال فوق شي جبل وانت راك ما فوق ما جبل ما والو، ما معلق في حبل.